طيب تمام، هذا الجزء الثاني من محاضرة 3 لمادة المايكرو. تمام، اللي هو كنا نحكي فيها عن الفنجاي، بس ما كملت لكم. هاي آخر سلايد كانت تابعة لمين؟ كانت تابعة لليست، كانت تابعة للخميرة. تمام، بحكي لي إنه هون بهاي الصورة استخدموا الجرين الجرام ستين عفوا على سمير. سمير يعني عينة. تمام، جابوا عينة، هاي العينة كان محطوط فيها كانديدا ألبيكنز، تمام، نوع من أنواع اليست. حطوا عليها إيش؟ حطوا عليها جرام ستين. تمام، وشافوا شكلها كيف هي بتبين. طبعا أوجدوا إن هي بتتكون من epithelial cells and many gram negative rods. تمام، ما بعرف صراحة إذا حكيت لكم إشي عنها أو مهمة أو لا، اقرأوها احتياط. طيب حنبلش بالجزء الثاني. حكينا في الجزء الأول عن مين؟ عن اليست. في هذا الجزء حنحكي عن النوع الثاني من الفنجاي، أو من يعني من أنواع الفنجاي، اللي هي المولز، اللي هي العفن. تمام، إما بيكتبوها مولز أو بيكتبوها مولز بهذه الطريقة. مولز are often seen in water and soil and growing on food. يعني وين إحنا بنشوف العفن؟ بنشوفه بالتربة، أوكي، عفوا بالwater، بالمي. طبعا متى بنشوف في المي؟ لما المي تكون راكدة إلها سنين. يعني لو أنتوا مثلا شو بسموهم، لو جربتوا مثلا تروحوا على شو اسمه، بركة مي على سبيل المثال، حتشوفوا الطحالب تحتيها. طبعا من ضمن الطحالب ومن ضمن هاي الأشياء راح يكون في عنا مولدز، بس يعني مش دائما بيكون واضح بشكل كثير كبير في البركة الطبيعية. تمام، ممكن مثال أقرب، لو رحتوا على تانك مي وهذا التانك كانت المي فيه راكدة إلها سنين زمان، حتشوفوا برضو في طحالب خضراء، وراح تشوفوا كمان في عفن. تمام، إحنا وين بنشوف؟ بنشوف في المي، بنشوف في السويل، في التربة. السايل في التربة ما بيكون كتير واضح يعني، بس بيكون موجود. وبرضه growing on food، بنمو على الأكل. أكيد أي إشي بنتركه مثلا لفترة معينة طويلة وبننساه، مثلا فواكه، خضار، هاي الأشياء، خاصة لما تكون الدنيا حم وتنترك برا، فهي بتعفن بسرعة كبيرة. تمام، برتقال، تفاح، موز، كل هاي الأشياء بتعفن. مولز produce حتى الخبز، في عفن الخبز كمان بيكون لونه أخضر، فهذا مثال على ال growing on food. Molds produce cytoplasmic filaments called hyphae. المولز العفن بنتج إشي بسموه cytoplasmic filaments، بنتج خيوط. الفيلمنتس هي عبارة عن خيوط. تمام، بسموها إيش؟ بسموها cytoplasmic filaments. هاي cytoplasmic filaments إلها اسم تاني اللي بسموها الهايفي، زي اللي كانت موجودة في اليست. تمام، يمكن تحكولي انه فصلي اكثر او وضحي اكثر، او انه احنا مش فاهمين. بحاول اشرح لكم ضمن نطاق المادة الموجودة، ما بامكاننا نتعمق اكثر، لانه حتى انا ما بقى يعني ما عندي معلومات عن المادة اكثر من هيك صراحة، لانه انا درستها نفس مادتكم. تمام، لو بدنا نتعمق اكثر من هيك حندخل بمادة المايكرو، الاشياء اللي ما لنا علاقة فيها، فمضطرين احيانا نحفظ بعض الاشياء لأنه في أشياء ما بتكون مطلوبة منا بالتفصيل. طيب aerial hyphae extend above the surface of whatever the mold is growing on. vegetative hyphae grow beneath the surface. شو يعني؟ هاي مهمة. يعني بيحكي لي إنه نتخيل مثلا إنه كان في عنا حبة تفاح، حبة التفاح هاي بلشت تعفن وطلع على جزء منها عفن. طيب هسا العفن اللي إحنا شايفينه على القشرة تبعت التفاح، اللي هي above the surface of whatever the mold is growing on، ايش بسموها؟ بسموها ال aerial hyphae. اذا الجزء الخارجي من العفن اللي هو اللي احنا شايفينه بسموه ال aerial hyphae. تمام، vegetative hyphae grow beneath the surface. الجزء اللي تحت اللي جوه التفاح اللي انا مش شايفيته، طبعا العفن بيكون ممتد لتحت، فالجزء اللي احنا ما بنكون شايفينه بيكون beneath the surface، تحت السطح تبعها أو تحت القشرة تبعتها، بيسموه vegetative hyphae. وهدول التنتين مهمات. reproduction is by spore formation either sexually or asexually or on the aerial hyphae also known as reproductive hyphae. يعني هي إما تتكاثر بال spore formation أو بإحدى الطرق الثانية. on the aerial hyphae also known as يعني بس بسموها reproductive hyphae، يعني مش هالإشي. تمام، لأنه حكينا إنه هي بتنتج cytoplasmic filaments اللي هي نفسها بيسموها الهايفي. تمام، فهاي الهايفي الفيلمنتس هي اللي بيصير لها reproduction، فبسموها reproductive hyphae بس.
molds have great commercial importance، يعني العفن في له أهمية كثير كبيرة. ليش؟ لأنه بعض أنواع العفن بيستخدموها إنهم هم بينتجوا antibiotics، مضادات حيوية. تمام، إذا مين هي المولدز؟ examples زي البينيسيليوم والسيفالوسبوريم، السيفالوسبوريوم عفوا، هذول اثنين كثير مهمات، وحسب ما بتذكر إنها جابتهم. تمام، ثواني، اللي هي البينيسيليوم والسيفالوسبوريوم. تمام، هذول أمثلة على إيش؟ أمثلة على الأنتيبيوتكس اللي بينتجوها من خلال المولز، من خلال العفن. تمام، some molds are used to produce large quantities of enzymes that are used commercially. برضو بعض أنواع العفن بيستخدموها عشان ينتجوا large quantities، يعني كميات كبيرة من أنواع enzymes معينة، بينتجوا منها إنزيمات معينة that are used commercially. commercially مش عارف شو معناها صراحة بالضبط، استنى هسه بشوف لكم اياها. بس الفكرة انه المولز حكينا لها 3 استخدامات، هلا حنحكي عن الاستخدام الثالث. الاول اللي هو انهم هم بينتجوا انتيبيوتكس اللي هي المضادات الحيوية. الثاني اللي هو البينيسيليوم اللي هو اول نوع من الانتيبيوتكس، والسيفالوسبوريوم. تمام، نقطة ثانية انهم هم بيستخدموا له commercial importance. استنى اشوف لكم معنى commercially، تجاري. يعني إلها أهمية تجارية، يعني المولدز إلو أهمية تجارية. ليش؟ لأنه منطقيا إنهم هم بينتجوا الأنتيبيوتكس، فالأنتيبيوتكس بيروحوا بيبيعوها. تمام، بيودوها للصيدليات عن طريق الشركات الأدوية والمصانع وهاي الأمور. تمام، فالأهمية التجارية للمولدز أول إشي حكينا produce antibiotics. الثانية some molds are often used to produce large quantities of enzymes، بينتجوا فيها إنزيمات. تمام، that are used commercially، برضو بتهمهم بأمور التجارة. The flavor of cheeses like blue cheese, Roquefort, Camembert and Limburger are due to molds that grow in them. يعني بتعرفوا بعض أنواع الجبنة الغالية جدا، مش الجبنة العادية أكيد، الجبنة اللي بيكون أحجامها كبيرة، بتكون موجودة بالمولات، وبيكون في منها اللون أحيانا بني، في منها بتكون لون أخضر. وغالب الأنواع ممكن إنها تكون فرنسية، وحسب ما حكت لنا الدكتورة إنه في أغلب الأنواع كمان بتكون سويسرية. تمام، هاي الجبنة هي فعليا جبنة نامي عليها نوع من أنواع العفن. طبعا هذا النوع من العفن بينيفيشال، يعني مفيد. تمام، مش كله حيكون ضار. فبحكي لي the flavor of cheeses زي مين؟ البلو تشيز، في عنا البلو تشيز جبنة بيكون لونها أزرق، وباقي أنواع هاي الجبنة كمان هدول كلهم إيش؟ كلهم due to molds that grow in them، نما فيهم مين؟ نما فيهم المولز، عشان هيك هي بتكون سعرها جدا غالية، يعني هي جدا جدا غالية، مش إنه غالية بالحد المنطقي، لا. تمام، طيب حنحكي عن الفليشي فنجاي. طبعا الفليشي فنجاي حكينا هو نوع من أنواع الفنجاي. إيش بتضمن؟ بتضمن الماشرومز. إذا الماشرومز هو نوع من أنواع الفليشي فنجاي. أوكي، غير الماشرومز في عنا التود ستولز، ما عندي فكرة صراحة ايش هي. في عنا البوف بولز اند براكت فانجاي. احفظوا الامثلة، والمثال المهم هو الماشروم. تمام، consist of a network of filament or strands the mycelium that grows in soil or in the rotting logs. شو يعني؟ يعني الفليشي فانجاي من ايش بتتكون؟ بتتكون من شبكة من الفيلمنتس or strands. strands اللي هي المايسيليوم، تذكروا لما حكينا انه شو اسمه، بيكون في عندي هايفي وهايفي، ومكان التقائهم بنسميه مايسيليوم. تمام، فالفليشي فنجاي عبارة عن network of filaments، وعبارة عن ايش؟ او يعني اما بتكون network of filaments او ممكن انها تكون strands اللي هي نفسها المايسيليوم. تمام، that grows in soil اللي بتنمو في التربة or in the rotting logs. ما بعرف صراحة شو rotting logs للأمانة، يعني مش كثير تدقق، بس خلاص عرفوا إنه هي من إيش بتتكون. لو بدنا ندقق بكلمة كلمة صراحة المادة ما بتمشي، لأنه أصلا مادة المايكرو جدا ضخمة. تمام، the fruiting body that grows above the ground forms and releases spores. يعني فعليا تخيلوا احنا حكينا الفليشي فنجاي مثال عليها المشروم، فتخيلوا احنا هذا عندنا سطح التربة. تمام، وعندنا هذا المشروم. المشروم اللي نما
فوق سطح التربة، هذا الجزء الظاهر اللي احنا بإمكاننا إنه نشوفه، هو اللي بيعمل ريليزنج للسبورز، هو اللي بينتج الأبواغ عشان يرجع يتكاثر كمان مرة. تمام، إذا بسموه هذا الجزء اللي احنا بنقدر نشوفه the fruiting body. تمام، that grows above the ground, forms and releases spores. okay. شوي طيب. some mushrooms are edible, some are extremely toxic. يعني بعض أنواع المشروم edible، يعني عادي لو احنا لمسناها، عادي لو أكلناها، عادي لو تصرفنا فيها بأي طريقة. some are extremely toxic، بعض أنواع المشروم بتكون سامة جدا. طبعا أنواع المشروم هي بتتعدى، يعني أنواعها بتتعدى الملايين حرفيا. وسمعته يمكن قبل فترة كان انتشر فطر في إربد، وفي عائلة كاملة تسممت من وراء هذا الموضوع. فمش كل أنواع المشروم بإمكاننا إنه إحنا نلمسها حتى عن طريق اللمس. في أحيانا بسمع إنه بعض أنواع المشروم إذا إحنا بس سحبناها، مش بإيدنا، إذا سحبناها بس من جذورها أو من التراب، هي بتنشر السم تبعها. تخيلوا لوين، في كثير أنواع خطيرة يعني. أوكي، حنحكي عن الفنجاي الميديكال سيغنيفيسنس، يعني إحنا إيش بنستفيد طبيا من الفطريات. A variety of fungi including yeast, molds and some fleshy fungi are of medical, veterinary and agricultural importance because of the diseases that cause in humans, animals and plants. يعني بحكي لي إنه مختلف أنواع الفطريات اللي بتتضمن اليست، المولدز اللي حكينا عنهم، and some fleshy fungi are of medical, veterinary and agricultural importance. يعني إلها أهمية طبية، إلها أهمية بالفيرتينري اللي هي بالطب البيطري، and agricultural importance، ولها أهمية بأمور الزراعة كمان. ليش؟ because of the diseases that cause in humans, animals and plants. ليش؟ لأنه بحكي لي بعض أنواع ال عفوا بعض الأمراض اللي بتنصاب فيها ال humans وال animals وال plants، بيجي الفنجاي هو كإيش، كميديكال importance. ما بعرف شو الطريقة بصراحة، بس ممكن انهم بيستخلصوا منه مواد، ممكن الفطر نفسه بيستعملوه، بيكون في له اهميه في شفاء بعض هاي الامراض من الهيومنز والانيمالز والبلانتس. اوكي، فمن ناحيه ميديكال، من ناحيه فيترينري، من ناحيه اجريكالتشرال امبورتنس، امور الزراعه كمان للنباتات. يعني the infectious diseases of humans and animals that are caused by molds are called mycoses. شو يعني ال infectious diseases of humans and animals that are caused. اوكي، هسا هاي ما يعني صراحة معلومة شوي خارجية، مش خارجية، ننطوا عليها فجأة. يعني بحكي لي إنه ال infectious diseases، الأمراض اللي بتعمل اللي بيعملها المولدز اللي بتصيب ال humans وال animals، بسموها إيش هاي ال infectious diseases؟ بسموها mycoses. تمام، فإيش هي ال mycoses؟ هي ال infectious diseases اللي بسببها المولدز لل humans وال animals. Fungal infections of humans are categorized as superficial, cutaneous, subcutaneous, and systemic mycoses. شو يعني؟ يعني ال fungal infections، الإصابات أو الأمراض اللي ممكن إنه تسببها أنواع الفطريات، بغض النظر هي كانت yeast، خميرة، مولدز، عفن، fleshy fungi، toxic mushroom، بغض النظر شو هم، وين ممكن تصيب جسم الإنسان؟ ممكن superficial، يكون إشي سطحي على سطح الجلد، ممكن كوتينيوس جوا الجلد، ممكن سب كوتينيوس بإحدى طبقات الجلد من جوا، and systemic mycosis ممكن إنها تكون على مستوى systemic، يعني ممكن إنها تصيب جهاز بأكمل الجسم. أوكي، superficial and cutaneous mycosis. المايكوسيس حكينا هو ال infections اللي بتسببها المولدز. تمام، فحنحكي عن superficial وحنحكي عن cutaneous mycosis. Superficial mycoses are fungal infections of the outermost areas of the human body, hair, nails, and epidermis. يعني حكينا إنه superficial mycoses هي ال infectious diseases اللي بيعملها المولدز كإشي خارجي، زي مين؟ زي سطح الجلد اللي هي الإبيديرمس، وأمثلة غير الإبيديرمس النيلز والهير. يعني عادي بنسمع أحيانا إنه في فطريات مثلا بالشعر، إشي طبيعي. في فطريات بتصيب الأظافر، في ناس بيكون عندها فطريات بالأظافر، وهذا الإشي بيكون عادي، هي مريضة فيه، إشي طبيعي جدا.
وفي ممكن الإبيدرمس اللي هي على سطح الجلد، فهذا الإشي يسموه superficial mycosis. تمام. cutaneous mycosis are fungal infection of the living layer of the skin and of the living layer of the skin the dermis. sorry. طيب ال cutaneous هسا شرط مهم إنه نميز بين هدول، لأنه هي أصلا مميزة بينهم، فممكن إنه يجي الأولى اللي هي superficial mycosis، إنه هي بتصيب ال outer most areas زي مين، زي ال hair and nails وال epidermis. ال cutaneous mycosis هي fungal infection لمين، لل living layer of the skin اللي هي مين، اللي هي طبقة الديرمس. تمام. إذا ال cutaneous mycosis بتصيب طبقة مين، الديرمس. A group of molds collectively referred to as dermatophytes fights cause tinea ringworm infections. استنوا. A group of molds collectively referred to as okay. هسا إذا تجمع عندنا مجموعة يعني كان عندنا جمع مجموعة colonies من المولدز مثلا، بسموهم إيش؟ بسموها dermatophytes. استنوا شوي. بسموها dermatophytes. okay. cause تينيا، بس يعني هاي التجمعات للمولد بسموها dermatophytes. تمام. تعمل إشي اسمه تينيا، تينيا أو الرينج وورم. الرينج وورم مش عارفة صراحة إيش هي، خليني أتأكد لكم منها، بس على ما أعتقد في ناس اسمعوا للأمانة مش أكيد، خليني أتأكد وبحكي لكم إياها، لأنه حكت لنا عنها وحكت لنا عنها، هاي مهمة. فهلا أول ما أسكر المحاضرة بشوف لكم إياها، بس I think إشي بيختص بالناس اللي بتضلها لابسة إشي معين وما تشلح نهائيا، وبتتحمم فيها وبتغسل فيها وكل إشي يعني لسنين طويلة وما تشلحها أبدا أبدا، فهنا بتسبب عنا شو اسمه infections. I think إنه هي هيك حكت لنا، بس خليني أتأكد منها وبحكي لكم. Note that ringworm infections have nothing to do with worms. يعني هي صح هذا الإشي أو هذا النوع من العفن أو هذا الإشي اللي تكون اللي هو المرض يعني اللي تكون من العفن بسموه رينج وورم. هلا وورم بمعنى ديدان، بس هون بيحكي لي إنه not that ring worm infections have nothing to do with worms، يعني هو إشي ما إله علاقة بالديدان بس هو هيك اسمه. تمام. فاسمه رينج وورمز بس هو فعليا اللي سببه المولز العفن، يعني ما إله علاقة بالورمز بالديدان، بس خلاص هيك الاسم. The yeast Candida albicans can also cause cutaneous oral and vaginal infections. يعني ال yeast اللي الخميرة تحديدا ال Candida albicans، هاي مهمة كمان اجت، انه ال Candida albicans ايش ممكن انها تسبب؟ cutaneous oral and vaginal infections. تمام. cutaneous بتعرفوها، oral بتعرفوها، vaginal بتعرفوها. اوكي. واذا حدا ما بفهم ايش معين it's okay، بعتولي بعتذر. subcutaneous and systemic mycosis، حكينا انه mycosis نرجع منكرر انه هي الانفكشنز اللي بسببها المولز. حنشوف subcutaneous والsystemic المايكوسيس. تمام. يعني العفن اللي بيصيب اجزاء subcutaneous والsystemic. subcutaneous and systemic mycosis are more severe types of fungal infection. بما انها مظللة بالبولد فهاي مهمة. تمام. اذا ايش اكثر نوع خطر من ال fungal infections؟ اللي هي subcutaneous وال systemic mycosis، هدول جدا مهمين. subcutaneous mycosis are fungal infections of dermis and underlying tissues. يعني هون حكينا عن ال subcutaneous، في الأول حكينا عن ال cutaneous. ال cutaneous تذكروا حكينا إنه هي فقط بتصيب طبقة الديرمس. طيب ال subcutaneous لأ، بتصيب شغلتين، الديرمس and the underlying tissues، طبقة الديرمس وكل الأنسجة الموجودة تحتيها. أمثلة عليها على subcutaneous mycosis، وهاي مهمة وراح تيجي بكرة، اللي هي المادورة فوت، هاي برضو أجت. إذا المادورة فوت مثال على إيش؟ مثال على subcutaneous mycosis. تمام. أو ممكن تحكي لكم إنها عبارة عن fungal infection، ولا عبارة عن إيش؟ عبارة عن fungal infection تحديدا subcutaneous mycosis. تمام. يعني عبارة، بما إنه حكينا عن mycosis فهي molds، فهي عفن. طيب ما هو أصلا تصنيف العفن من ضمن تصنيفات الفنجل، من ضمن الفطريات يعني. تمام. أوكي. systemic mycosis are fungal infections of the internal organs of the body. زي ما حكيت لكم إنه بما إنه systemic
احنا بنحكي لسيستم معين، يعني بده يكون لجهاز او لاشي معين، تمام؟ فالاصابة هون العفن بده يصيب جهاز كامل في جسم الانسان. infections of the internal organs of the body، الاعضاء الداخلية بالجسم. شوية بالله لو سمحت. اوكي بعتذر. spores of some pathogenic fungi may be inhaled with dust from contaminated soil or dry bird or bat feces. they may also enter through wounds of hands and feet. يعني the spores اللي هي شو اسمها حكينا، ال spores الأبواغ of some pathogenic fungi، يعني في عنا بعض أنواع الفنجاي اللي هي الفطريات pathogenic، يعني ممرضة، يعني بتسبب مرض سواء للنبات سواء للحيوان أو سواء للإنسان. بحكي لي maybe inhaled with dust، يعني ممكن إنه إحنا نستنشق غبار من مكان معين، الفطريات تكون موجودة بهاي المنطقة بهذا الغبار اللي إحنا استنشقناها عادي. ممكن إن هي تكون منطقة غبار لكنها رطبة وتكونت فيها فطريات، وعن طريق الانهاليشن الاستنشاق أو أخذ النفس يعني إحنا استنشقناها from contaminated soil، زي التربة اللي بتكون contaminated ملوثة، or dried bird or bat feces، يعني الفيسز اللي هو شو اسمه الإخراج عدم المؤاخذة تبع البات أو تبع البيرد، تمام؟ ممكن أن يكون موجود بالسويل بالتربة، وهذا الإشي بيكون موجود في فطريات، فعن طريق أنه إحنا بنعمل إنهاليشن أحيانا للتراب، يعني هذا الإشي ممكن أنه هو يعمل عنا مايكوسيس. they may also enter through wounds of hands and feet، برضو ممكن أنه هو يدخل عن طريق الوونز اللي هي الجروح. ممكن انه احنا ايدينا تكون مجروحة، بعض النظر ايدينا او رجلينا تكون مجروحة، وممكن ان هي تنصاب كمان بالفطريات عن طريق التربة عن طريق الدست الغبار بغض النظر. بس مجرد ما انه كان في عنا ووند بغض النظر وين مكان بالجسم، ممكن انه هو يصير عليه فطريات. طبعا هاي المدورة فوت، وارجع بحكي لكم المدورة فوت كثير مهمة، اعرفوا انه هي مثال على مين، على السبكوتينيوس مايكوسيس، تمام؟ اوكي موضوع كثير. examples of deep seated pulmonary infections include blastomycosis, coccidomycosis, cryptococcosis and histoplasmosis. يعني امثله على deep seated pulmonary infection، في pulmonary infection طالما احنا بنحكي pulmonary فاحنا بنحكي عن اللنجز، تمام؟ ففي عنا infections fungal infections إصابات فطرية ممكن إنها تصيب الرئة. بعض من هاي الأمراض الفطرية عفوا الفطريات اللي ممكن إنها تصيب البلمونري أو اللي هي اللانجز، اللي هي البلاستومايكوسيس، الكوكسيدومايكوسيس، كريبتوكوكوسيس والهيستوبلاسموسيس، تمام؟ ما عادي يعني أقرأهم، بس I don't think إنه يجي إشي. inhalation of common bread molds like rosebus and macroSPP، ما بعرف نوع، هلا بحكي لكم، can cause disease and even death in immunosuppressed patients. يعني ال immunosuppressed patient اللي هم الناس اللي ما بيكون في عندهم مناعة، تمام؟ في ناس المناعة عندهم بتكون قليلة أو بتكون ضئيلة جدا، تمام؟ زي مين؟ زي مثلا في الأشخاص اللي بيعملوا زراعة، مثلا زراعة كبد، زراعة رئة، زراعة كلى مثلا، مناعتهم بتكون كثير كثير قليلة. ليش؟ لأنهم هم بيعطوهم immunosuppressant اللي هو شو اسمه مثبط للمناعة عشان الجسم ما يعمل رفض، تمام؟ ففي هاي الحالة الجسم بيكون جدا ضعيف، فهذا ال patient بنسميه immunosuppressant immunosuppressed patient، يعني patient مريض مناعته جدا قليلة، تمام؟ في هاي الحالة إذا ال patient استنشق عمل inhalation لا العفن تبع الخبز، عفن الخبز زي مين؟ زي هدول التنين اللي هو الرايزوباس ميوكور اس بي بي، مش عارفة صراحة ايش هي، الكلمات جدا غريبة، بس هدول النوعين اعرفوا انهم هم مثال على بريد مولز،
نوع من أنواع الخبز. ممكن إنه هذا العفن تبع الخبز إذا مريض مناعته جدا كانت قليلة وإجا يستنشق هذا الموند، ممكن إنه هو even death، ممكن إنها تحدث وفاة عنده، تمام، لأنه أصلا مناعته جدا قليلة. Diagnosis of mycosis is accomplished by culture techniques and immunodiagnostic procedures. يعني diagnosis of mycosis، الأمراض اللي بتسببها العفن، is accomplished by culture techniques and immunodiagnostic procedures. يعني لما هم يجوا بدهم يشخصوا مثلا مريض أو حدث عنده مثلا mycosis، بغض النظر cutaneous subcutaneous systemic، يعني الأنواع اللي حكيناهم، بيعتمدوا على إيش؟ بيعتمدوا على الكالتشر تكنيكس وبيعتمدوا على الإيمينو دايجنوستيك بروسيجر، يعني بيروحوا على المناعة تبعته، وعن طريق المناعة هم بإمكانهم يعرفوا إيش اللي صابه بالضبط. ما أدقق كثير لأنه برجع بحكي لكم معبى تفاصيل. Yeasts are identified using a series of biochemical tests. يعني كيف بدهم يحددوا إيش نوع الخميرة اللي انصاب فيها الإنسان مثلا، عن طريق أنهم بيستخدموا series of biochemical tests. في إشي بسموه biochemical test، عبارة عن نوع من أنواع الفحوصات. هذا النوع بيستخدموه عشان يعرفوا نوع اليست اللي انصاب فيها الشخص. Molds are identified using a combination of macroscopic and microscopic observations. Observations اللي هي العينات، تمام، يجيبوا عينة بحطوا عليها العفن اللي الشخص مصاب فيها. طبعا مش بس مايكروسكوبيك، لا، مايكرو وماكرو، يعني عينات بتكون كبيرة وعينات بتكون صغيرة، بشوها بعدة أحجام عشان يتمكنوا يحددوا إيش نوع المولد هون، تمام. طيب ضلت هاي، أوكي خلص خلصنا. طيب في إشي عندنا اسمه دايمورفيك فانجاي، عبارة عن نوع جديد من أنواع الفنجاي. هو بيحكي لي إنه a new fungi including some pathogens، بيحتوي على pathogens. pathogens اللي هي جزيئات ممرضة، تمام، فبالتالي dimorphic fungi عبارة عن pathogenic fungi، يعني ممكن إنه يعمل مرض عند الإنسان، عند أي كائن حي، يعني including some pathogens. إذا بيحتوي على شو؟ على pathogens. can live as either yeast or molds. ممكن إنه هذا الباثوجين إنه يعني هو باثوجين موجود في داخل الفنجاي، في داخل الفطر، تمام، بس إيش؟ ممكن إنه هذا الباثوجين يكون يا إما ييست خميرة أو ممكن يكون مولد عفن، تمام. طيب شو اللي بيحدد إنه ييست أو مولد؟ depending on growth conditions. يعني إذا هذا الدايمورفيك فنجاي اتواجد في البيئة اللي ناسبته إنه هو ينمو كييست كخميرة، راح يطلع عندي ييست. أو إذا كان موجود في البيئة رطبة، بيئة فيها مي، بيئة معتمة، تتناسب مع نمو المولز العفن، فهو راح يطلع مولز. بس هذا الموضوع. This phenomenon is known as dimorphism and the fungi are called dimorphic fungi. هاي العملية اللي بتصير اللي هي depending on growth conditions، يعني هاي العملية، عملية النمو للفنجاي اللي بتحدد انه هو يكون ييست او مولد، بيسموها ايش؟ بيسموها dimorphism، تمام. والفنجاي نفسه، هذا النوع من الفنجاي بسموه دايمورفيك فنجاي. دول مهمات التنتين، تمام. when grown in vitro at body temperature dimorphic fungi grow as yeast and produce yeast colonies. يعني متى هو، يعني هلا احنا مش حكينا انه حسب البيئة اللي هو بتواجد فيها ممكن يكون ييست او مولد. طيب بدنا نعرف شو البيئة تاعت الييست وشو البيئة تاعت المولد. البيئة تاعت الييست بيحكي لي انه الحرارة لازم تكون 37 درجة، تمام، الحرارة اللي بالفيترو. الفيترو في حد سألني عنكم منها، نسيت مين صراحة. الفيترو اللي هو المكان اللي احنا بنعمل فيه الكولونيز، سواء هو كان الأجار أو سواء هاي الأشياء اللي احنا بنحط فيها عينة المولد أو عينة الفنجاي، وبنشوف الكولونيز تبعتها، بنخليها تنمو عشان بعد فترة نرجع لها ونشوف الكولوني. هذا اللي بسموه فيترو. فعشان هي تكون ييست لازم الحرارة تكون 37. في هاي الحالة راح يصير مو إيش؟ as a yeast and produce yeast colonies، تمام. إذا الحرارة 37 لمين؟ لا الييست، للخميرة، أوكي. when grown in vitro at room temperature، لما بنمو على درجة حرارة الغرفة بدرجة 25، dimorphic fungi exist as molds. في هاي الحالة راح يكون molds، عفوا، producing molds colonies،
هدول التنتين كثير مهم، وجاي واحدة منهم 100% إذا مش التنتين. اعرفوا درجة الحرارة لكل واحدة، 25 للمولد، 37 لليست. In vivo, dimorphic fungi exist as yeasts. مش عارفة صراحة شو معناها، بس I think إنه نفس المعنى لهاي الأولى، إنه ممكن إنه هو ال dimorphic fungi إنه يطلع عندي yeast. تمام، ال vivo هو نفسه ال vitro، فمش فارقة يعني النقطة. Dimorphic fungi that cause human diseases include إيش ال dimorphic fungi، إيش ال human diseases اللي بيعملها. حكينا طبعا في الأول عن أنواع الفطريات، إنها ممكن تصيب الرئة، اللي هو المولز، وإنه يصيب، ممكن إنه يصيب الرئة، وحكينا عن الشغلات هاي اللي قدام. دايمورفيك فنجاي بحكي لي برضو إنه هذا النوع من الفنجاي ممكن إنه يعمل لي هيومن ديزيزز. إيش هاي الهيومن ديزيزز؟ ممكن تكون هيستوبلازما كابسوليتم، هيستوبلازموسز نفس المعنى، سبوروثريكس سكاين سكينكاي، أو اللي هي نفسها السبورو ترايكوسز، كوكسيدس إمايتس، ما بعرف صراحة، بس ما بعتقد هدول بيجوا، يعني أصلا معقد لفظهم كثير يعني، فما ما بظن إلا إذا حكيت لكم عنهم مهم، فما بعرف احكوا لي. وآخر واحدة اللي هي البلاستومايسز ديرما تايتس، أو اللي هي البلاستومايكوسز. هسا اسمعوا، يعني ممكن أنتوا تحفظوهم بطريقة أو تعرفوهم بطريقة، ديرما تايتس من اسمها يعني أكيد صابة طبقة الديرمس. تمام، إمايتس صراحة ما بعرف، I don't know. وهاي ما بعرف صراحة، وهاي بدها تكون صابت إشي كابسول بالجسم، ممكن إلها علاقة بال شو اسمه، ما بدي أفتي من عندي، مش عارفة صراحة. بس هيستوبلاسموسز I think إنه بدها تكون إشي بواحد من الأنسجة، بما إنه هي هيستوبلاسموسز. تمام، ما بظن صراحة هيك يجي، يعني الامتحان حيجي واضح الأشياء اللي حددت لكم إياها. lichens and slime molds نوع من أنواع المولدز، في عنا lichens وفي عنا السلايم. تمام، lichens are observed as colored، يعني lichens هذا النوع من العفن بيبين إنه هو colored ملون، often circular patches on tree trunks and rocks، يعني هذا نوع من أنواع العفن بسموه lichens molds. تمام، بيكون موجود as colored يعني بيكون ملون فعليا، بيكون circular دائري، circular patches يعني زي بقع دائرية بتكون موجودة على وين؟ على the tree trunks والrocks، على الصخور وعلى the tree trunks اللي هي جذع الشجرة نفسها. تمام، إذا بيكون circular patches بقع دائرية، تمام، على the tree trunks والrocks بتكون colored. من هي lichens؟ lichens are composed of an algae and fungus living in a mutualistic relationships. lichens are composed of an lichens بتكون من جزئين، الجا والفنجس. ثواني بالله بس شوي عشان اشوف لكم المعنى. اوكي، الالجا اللي هي الطحالب، والثانية اللي حكينا عنها اللي هي mutualistic relationship. ثواني، اللي هي علاقة متبادلة. تمام، فبيحكي لي انه اللايكنز بالعادة بتتكون من ايش؟ بتتكون من الجا اللي هي الطحالب and a fungus، يعني اللايكنز نوع من انواع المولدز، نوع من انواع العفن، هذا النوع من العفن بتكون من الجا اللي هي الطحالب، ومن نوع وبرضه بتكون من فنجس اللي هي الفطريات. living in a mutualistic relationship بتعيش في علاقة متبادلة. تمام، يعني اتنين بيستفيدوا من بعض، الفنجس والالجا. lichens are classified as protists. استنى شوي معلش، بس لاني انا مش متذكر المادة كلها، يعني منيح انه شرحت لكم هذا كله. protists yes وحيد الخلية. فبدكم تعرفوا انه lichens نوع من انواع العفن as ايش؟ as protist. protist يعني وحيد خلية، هاي كمان مهمة ممكن، وعرفوا انه هي من الجو فنجس. هلا هاي منها هي مظلليتها mutualistic، فهاي جوي. تمام، كل اللي بالبولد هذا مهم. النوع الثاني حكينا انهم هم نوعين، النوع الاول lichens والنوع الثاني سلايم. سلايم مولدز ار اوفن وين موجود؟ ان سويل، في التربه.
and on rotting leaves. استنى شوي. مش عارفة، استنى شوي بالله. slime molds are often found on... okay. مش عارفة صراحة شو معناها rotting logs، بس ممكن اللي هي تجمعات العفن الكبيرة. تمام، ممكن انه بينها احنا نحصل slime molds، بتوقع انه هيك. فاعرفوا لانه ما بترجم حرف، يعني هي حاولت اني اطلع لكم المعنى واعرف شو هي، بس ما بطلع. تمام، فوين بيكون موجود ال slime mold؟ في ال soil وفي rotting logs. slime molds have both fungal and protozoal characteristics. هذا النوع من العفن له خصائص تنين. أول واحد، استنوا، أوكي، ال ثواني، بحكي لكم هذا النوع من العفن اللي هو السلايم مولد له خصائص شغلتين. أول إشي إله خصائص الفنجل، إله خصائص الفطريات، وإله خصائص البروتوزوال كاركترستيكس، يعني كاركترستيكس اللي هي خصائص. فهذا النوع من العفن اللي هو السلايم مولدز، كيف اللي إله خصائص مشتركة زي الفطريات وزي البروتوزوال؟ البروتوزوال اللي هي الأوليات. تمام، مش كثير برضو تدققوا صراحة. سلايم مولدز are classified are protists. هاي مهمة، يعني اعرفوا شغلة انه اللايكنز والسلايم مولدز هدول النوعين as ايش؟ as a protist. protist يعني وحيد الخلية بس. وهاي الصورة بتبين لي اللايكن وتبين لي سلايم مولدز، وما بظن انه حيجوا صور الا اذا حكيت لكم. مهم، هيك المحاضرة خلصت. بعتذر انه في اشياء كنت عم بترجمها او في اشياء عم بطلعها، بس لأنه أنا من سنة ونص سنتين ماخذ المادة، فمو كل إشي متذكريته. تمام، أتمنى أكون فدتكم وسهلت المحاضرة عليكم. أي حدا عنده أي سؤال أو أي إشي عادي ابعتولي. و good luck إلكم، يعطيكم العافية.